فنانة سوزان سكافر، رحب فيكي معنا بفوشيا. أهلين فيكم، شكراً كتير. الفنانة سوزان سكاف، رح نستغل وجودك اليوم بمسرح لمسرحية الغنمة ونسألك شو تحضيراتك الجديدة للموسم الجديد، وين رح نشوفك هذا الموسم؟ والله لهلا ما رح تشوفوني بي ولا مكان. اجاني كذا عرض ما لقيت حالي فيهم، يعني بعد ما اشتغلت السنة الماضية برأيي نوعا ما كان موسم جيد، ما نو بكثيف بس كنوع كان جيد، فماني حابة اشتغل اي شيء، والشيء اللي اجاني ما كان على مستوى التوقعات تبعي. الزند اللي تواجدت فيه الموسم الماضي وحقق نجاح كتير كبير، نحكى عن وجود جزء تاني ولكن تأجيله لـ 2025، هل في هذا النوع من الأخبار ولا هي مجرد أقاويل؟ والله هي يعني أنا اللي فهمته أنه هي مجرد أقاويل، ما في جزء تاني، وأساساً يعني الطريقة اللي قفل فيها هو كتير حلو، فأنا بظن أنه ما بحاجة لجزء تاني. اليوم عم بتصور التاج، وقت خلص الزند نحكى انه نفس كادر الزند رح يكون بعمل جديد، هل عرض عليك التاج؟ لا، انا اللي سمعته العكس، انه اللي اشتغلوا بالزند ما رح يشتغلوا بالتاج، بصراحه انا هيك سمعت، لا ما نعرض علي. شو رايك بهي الاقاويل اللي بتنتشر عبر السوشيال ميديا؟ يعني قيل عن قال، وممكن تمهد لشيء ممكن تكون خاطئه، انت كيف بتقريها؟ يعني أنا صرت عم حس للأسف استخدام البعض، أو خلينا نقول الأغلبية، هو كتير استخدام خاطئ للسوشيال ميديا. هو مو بس انتشار الأقاويل الخاطئة، هو موضوع التنمر، الإساءة للفنان، يعني ما بعرف شو بدي أقول. المفروض نحن نعرف نستخدم أكتر ويكون في وعي، وحتى من قبل الفنان أنه هو يحاول ما يتأثر بهاي القصص. يعني أنا حتى بقرأ مثلاً أوقات كتير شغلات عني، مثلاً موسيقى بتطلع هيك يمكن للحظة اتضايق، بعدين صرت ما عاد اتضايق، الموضوع ما بيعنيني. أي لأنه وين ما كان في حدا بيحب وفي حدا ما بيحب. عمين حكى عن جزء 14 باب الحارة، ولكن مو معروف إذا هذا الموسم أم لا، ممكن تستمري مع باب الحارة، وإذا استمريتي شو شروطك؟ يعني ما بعرف هلا استمر ولا ما استمر، يعني إذا كان في الشخصية كان في لها تطور نوعا ما ممكن اشتغل، ليش لا. طيب امتى ممكن تعتذري على هالحاله؟ خبرينا امتى بتعتذري عن دور. يعني اذا حسيت انه لا انا رح ضف له ولا الدور رح يضف لي شيء فبعتذر عنه. الفنانة سوزان سكاف، بدنا نعايدك، مرق عيد ميلادك من كم يوم، ان شاء الله كل عام وانت بالف خير. خبرينا شو امنيتك للسنه الجديده، شو اجمل شيء حملتيه من السنه الماضيه؟ بصراحه يعني كانت للأسف هي سنة صعبة كتير، ما كتير فيها شغلات جميلة، بس إذا بدنا نحكي على الصعيد المهني يعني مسلسل الزند هو من الشغلات اللي كتير جميلة اللي حصلت، وأنا كنت كتير محظوظة أنه أنا كنت بهذا المسلسل. على الصعيد الشخصي ما كتير في شغلات جميلة. إن شاء الله هي السنة بتكون لك أفضل. شو أجمل هدية تلقيتي؟ تلقيتي هدايا، شو كانت أجمل هدية هي السنة؟ والله هي كانت أحلى هدية عملوا لي إياها فريق العمل، إنه احتفلوا بعيد ميلادي، فكتير أنا انبسطت وأنا ما كنت متوقعة أبداً، ففاجأوني، كانت من أجمل الشغلات اللي صارت. قديش مهم وجود هذا النوع من المحبة والصداقة خلال العمل، فينا نقول؟ مزبوط مزبوط، وخاصة بالمسرح إنك عم تقضي وقت كتير طويل مع المجموعة نفسها، كل يوم كل يوم كل يوم، لا كتير بتتمتن العلاقات وبتصير أقوى. اليوم بظل الظروف المتعبة والصعبة اللي عم تمر علينا كلياتنا، من وين ممكن تستمدي طاقتك الإيجابية؟ من وين ممكن تستمدي التفاؤل لنقدر نكمل بالحياة؟ من وين ممكن استمدون؟ يعني بتعرفي هلأ هي مو قصة أنا بتفائل، للأسف الشيء اللي عم يصير كتير بيزعل وكتير هيك بيعمل حالة حزن، وهو عامل حالة حزن عند الجميع يعني بدون استثناء. يعني أنا بحاول كتير أني أنا أنشغل بالشغل، يعني ضل عم ساوي شيء، ضل مشغول مشان ما أنا يعني ما ضل عم فكر بالقصص اللي عم تصير. ولكن الفنانين هن بالمرمى الهدف دائما، انه لا تشتغلوا فن لا تفرحوا، انتوا يعني شلون بتقابلوا هذا الشيء؟ شو بتقولي للجمهور اللي بيعاتب دائما الفنانين؟ يعني بقول شغلتنا، عفوا، المهنه تبعنا مهنه التمثيل هي مثل مهنه المدير، مهنه الموظف، مهنه المهندس، نحن منعيش من هي المهنه، فبدنا نشتغل بالنهايه يعني مع احترام مشاعر الاخر يعني.
واحترام الوضع اللي عم يصير، بس هذا شغلنا بالنهاية، يعني شو بدنا نعمل، نقعد بالبيت؟ الفنانة سوزان سكاف نورتينا على الفوشة، شكرا كثير لحضورك معنا. شكرا كثير لك آمنة، وأنا كثير مبسوطة أنه عملت لقاء معكم.